قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان عيش المحبة في زمن المجيء، حيث استعرض البرنامج عناصر السنة الطقسية وأقسامها التي تتمحور جميعها حول شخصية يسوع المسيح. كما أغنى الحلقة اتصال من الدكتور جلال فخوري الذي ربط العقل بالإيمان. فإلى هناك. وزمن المجيء فرحته مش بس نحضر شجرة ونعمل مغايرة ونزين ونشوف شو بدنا ناكل وشو بدنا نعمل حلويات ومنعمل كيك، هذا كلياته جميل. اللبس شو بدنا نلبس، نحضر لبس الأولاد، نحضر لبسنا للعيد، نزين بيوتنا، زياراتنا، وهلأ كمان مثل ما بتسمعوا كل يوم والتاني افتتاح بازار وإضاءة شجرة ميلاد وزينة الأولاد وزينة الشوارع وزينة الأضوية المضاءة واللي بتلمع بها الشوارع، كلياتها تعبيرا عن زمن المجيء وزمن الميلاد. هذا كله جميل، لكن نحن بحلقتنا بدنا نخص هذه الحلقة كيف إحنا نحضر أنفسنا لزمن المجيء. وزمن المجيء مميز عنا، خاصة نحن في منطقة الشرق الأوسط القريبين من مكان الحدث، القريبين من المغارة الحقيقية، مغارة بيت لحم. فوجودنا في هذه المنطقة هذا ما يميز عيد الميلاد في منطقة الشرق الأوسط، قريبين من النور، قريبين من الدفء، قريبين من حنان الرب. مبدأ الصوم الميلاد، نعم، هل هي حاجة ضرورية بتعتقد، أو لماذا وجدت في الكنائس البيزنطية والأرثوذكسية أن الحاجة إلى الصوم، مع أنه هو تعبير فرح؟ نعم. فبقولك الصوم هو دائما تعبير للحزن. فصوم الميلاد بتحكي لنا عنه بليز؟ نعم صحيح. الكنيسة منذ نشأتها الأولى كانوا في، خلينا نحكي الكنيسة المسيحية في علية صهيون نشأتهم. نعم. الأولى التلاميذ بعد ما قواهم يسوع وشجعهم وشافوا بعيونهم قيامته مع وجود سيدتنا والدة الإله العذراء مريم معهم. نعم. تقووا، صار في عندهم عمل رسولي واضح. وبعد دخول خصوصا القديس بولس نظم الكنيسة. القديس بولس هو نعرف جميعنا أنه من خلفية دينية متشددة ومن خلفية منظمة، يعني تفوت من اليمين ولا تفوت من الشمال، الكم قديش الكاهن اللي بلبسه، في مقاييس ومواصفات كانت عند الشعب اليهودي عند الفريسيين بالذات زي القديس بولس. فإجا نظم العمل الرسولي أنه إحنا هالشخص اللي انولد من عذراء وأتم معجزات العهد القديم وخصوصا إشعياء أن العذراء تأتي وتحبل وتلد ابنا، لما تشوفوا هاي العلامة إشعياء قال لهم لما تيجي عذراء وتحبل وتولد وتصير هاي القصة اعرفوا أنه افتقد الله شعبه وأتم عمانوئيل القادم لكم يخلصكم. في هذه الأحداث بلشوا ينظموا مواضيع الصوم، عدد الصلوات، القداديس كيف كانوا يحتفلوا فيهم، إعادة إحياء العشاء السري، التنظيم هاي فرتبوا. كانت الجماعة المسيحية الأولى تصوم مثل صوم يسوع المسيح لغياب الشمس، يعني ما في إنه منتجات حيوان مش منتجات حيوان، كانوا ما تطلع الشمس يقول أنا اليوم بدي أحسس جسدي هذا بقديش هو هزيل، قديش هو ضعيف، وأخلي انشغالاتي كلها تنصب على إني أحكي مع يسوع. بيأخذ خلوة، بيبتعد عن المأكل والمشرب، وحتى يعني في مثلا في ناس بعرفهم كثيره مثلا بيصوم عن منتجات الحيوان زي هذا، بيدخن وبيشرب ولسانه بيحكي اللي بده إياه، يعني ما في إشي بيعوض عن إشي، هي كلها الصوم عملية متكاملة مع بعضها البعض. بس إني أنا أصوم عن الأكل بيحكي القديسين بيحكوا إنه ما فائدة أن أصوم عن اللحمة وأكل لحمة أخي بالنميمة. نعم. وبالحكي. الحقيقة إن الميلاد هو صورة عن العقل، كما أن العقل لا يمكن أن يوجد بدون وجود والوجود بدون عقل، كذلك الميلاد لا يمكن أن يكون إلا في صورته، إلا إلى صورة في العقل، أي أن الإيمان عندما يتركز في العقل يصبح صورة عن الميلاد، أي تجسيد للميلاد.
نعم. الشغله الثانيه اللي بدي اقولها ان الـ ان الـ ان الميلاد هو هويه، هو هويه العقل. بمعنى اخر ان السيد المسيح عندما ولد اعطانا هويه وقال انتم مسيحيون، انتم مسيحيون، اي معنى ثاني انه انتم ابنائي يجب ان تنتسبوا لي، اي ان تقدسوني. كما ان الانسان لا يستطيع ان يمشي بالشارع بدون هويه، كذلك العقل لا يمكن ان يسير بدون ايمان او بدون وجود. ولذلك التكامل بين الوجود والعقل هو تكامل بين الميلاد في الحياه الروحيه والحياه الطبيعيه البشريه، اي ان هناك تكامل في 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 مساله الميلاد. فالميلاد لا يمكن ان يكون بمجرد الزينه والزخرفه، لانه هذا اسمه تزوير لروح الميلاد وعبث بروح الميلاد وتلهي. الاصل في الميلاد ان يكون روح جوهر، لان جوهر الجسم هو العقل، وجوهر الميلاد هو الوجود في قلب المسيح. حلو. هنا يعني هذا التكامل وهذه التبادليه في الروح بين الجسم، بين الانسان والروح، روح الميلاد، كتكامل العقل بين العقل في الجسم والجسم نفسه.